ما معنى اسم فاروق؟ فاروق اسم علم مذكر ذو أصول عربية قديمة، ويعني التفريق بين الحق والباطل، كما أنه الحد الفاصل بين الخير والشر، وله معنى آخر وهو الشديد الفزع الجبان، وهو من الأسماء القوية التي ترمز إلى الشجاعة والقوة والصبر والإقدام والمثابرة. فاروق من الأسماء ذات المرجعية الإسلامية، ودوما يفضل علماء الدين أن يتم تسمية أبنائهم بأسماء وألقاب الصحابة التابعين وأمهات المؤمنين، واسم فاروق من هذه الأسماء الطيبة التي يبيحها الإسلام ويقرها، ويستحب أن يتسمى بها الصبي المسلم بدون خوف أو قلق، حيث أن اسم فاروق يبعث على التفاؤل والإيجابية، وليس فيه شبهة تحريم أو كراهية. من يحمل اسم فاروق فهو شخص يتمتع بالقوة والصبر والمثابرة، كما أنه يتميز بالصفات الرائعة، فهو الإنسان المحبوب من الجميع، فهو طفل هادئ طيب عطوف يمتاز بالبر والإحسان على الجميع. يدل اسم فاروق على الشخص الرقيق لين القلب صاحب العاطفة والإحساس بكل من في حياته، يحب الصراحة والوضوح، ويكره الكذب والنفاق، ويقف بجوار المظلوم، ولا يخشى في الحق لومة لائم. هو إنسان وقور ورزين، لا يميل للهزاز والمزاح، فهو دائما يحب أن يحتفظ بوقاره وهيبته بين المحيط، يحب عمله جيدا، ويحب أن يعتلي المناصب الراقية، ويحرز تقدما ملحوظا بين زملائه. يتم تدليل الذكر كما تدلل الأنثى، ويوجد الكثير من أسماء دلع فاروق: فوفو، فيلو، روقا، روكا، كوكي، فارو، رورو، رؤى. ويوجد الكثيرين من المشاهير الذين يحملون اسم فاروق، ومنهم الفنان فاروق الفيشاوي، وهو الممثل المصري الذي قام بتمثيل الكثير من الأدوار المتعددة في المسرح والتلفزيون والسينما المصرية. هناك أيضا فاروق جويدة، وهو الشاعر المصري الذي تخرج من كلية الآداب قسم الصحافة، وقام بالعمل في الأهرام، وله الكثير من الدواوين الشعرية المميزة.